طب هكمل معاك يا عبد الرحمن، بس انت كتبت بوست فكرني وانت بتشير الى عدم السخريه من الاخرين، ان انت كنت بتلعب كوره مع اصدقائك في الازهر الشريف وان انت كنت سعيد بالامر ده، ومش عارف حصل موقف ما فاحد الاشخاص تدخل وقال لا يسخر قوم من قوم، ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ ده كنا يعني موقف لطيف والله، موقف يعني بجد يعني كوميدي جدا. يعني الناس دايما او استعلاء برضو انوه لحته مهمه، الناس دايما واخده عن رجال الدين او المنتمين للدين الاسلامي او المشايخ او العلماء واخدين عنهم الغلظه، وده شيء طبعا يعني منافي للحقيقه اطلاقا. المشايخ يعني والله لا تجد امرح منهم ولا تجد يعني اضحك منهم، يعني سبحان الله عندهم قدره في ان هم يضحكوك ولكن في الاطار الشرعي الصحيح، يعني بالادب يعني والاحترام بدون خروج عن الاعراف او الاداب العامه. صحيح. يعني الموقف اللي حضرتك ذكرته، كنا بنلعب كوره في حجز من الحجوزات يعني، فانا شط كوره من نص الملعب، يعني الحمد لله ربنا رزقني يعني ايه يعني ببعض المهارات كده يعني ايه ما شاء الله جميل. فشفت الجون متقدم فسقطت له الكوره من نص الملعب، فالكوره الحمد لله يعني ايه ربنا كرمني ودخلت جون. فواحد صاحبي قال لي الله عليك يا مهدودي، يعني بيدلع لفظ مهدي يعني. فالحكم طبعا شيخ حبيبنا يعني، فعايز يوضح ان لا يعني احنا بنلعب باحترام، يعني افرض الشخص ده مش عايز يسمع الكلمه دي وعنده لفظ عادي جدا يعني مثلا محمد حماده، يعني في بعض الدلع كده مشهور بالذات في مصر، في بعض الاسماء كده ليها مشتقات يعني. فالحكم عايز يبين ان لا ما ينفعش تقول لفظ افرض الشخص ده مش حابب يسمع الكلمه دي. صحيح، ممكن انت تكون مش حابب، ممكن لكن انت حابب حقيقي. تمام حقيقي. ولكن هو عايز يعمم الفكره ان لا يعني حاول نلتزم بالاسماء المعروفه. فالحكم قام مديله كارت احمر وقال له قال له ليه يا شيخ؟ قال له ده كارت تنابز بالالقاب. جميل، قانون جديد في كره القدم. كرة القدم الإسلامية. ربنا يرضى عنه وعنك يا رب.